أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز وضع علامة على القبر لكي آتيه في كل فترة للسلام عليه؟ وما هي صفة السلام على صاحب القبر؟ نعم، يجوز وضع علامة على القبر من حجر أو حديدة تغرزها في الأرض أو عصا، يعني علامة غير مقروءة. ما يجوز الكتابة على القبر أو وضع رقم عليه، كتابة عليه لا حروف ولا أرقام ما تجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور. لكن شيء ما يعرفه إلا أنت مثل حجر أو غير ذلك أو خط في الأرض غير كتابة لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبر عثمان بن مضعون حجرا من أجل أن يعوده من أجل أن يزوره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قرأت في مجلة الدعوة، وأما السلام على الميت يقولون إنه مثل السلام على الحي، تستقبل وجهه تخلي ظهرك إلى تخلي ظهرك تستدبر القبلة وتجعل وجهك إلى الميت، تكون مستدبرا للقبلة وجاعلا وجهك إلى الميت مثل ما تسلم على الحي، تستقبله استقبالا، تقول: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ثم تنحرف وتقف على القبر مستقبلا للقبلة ثم تدعو له وتنصرف. عند الدعاء تستقبل القبلة وتجعل القبر بينك وبين القبلة، وأما عند السلام فبالعكس، تجعل القبلة خلف ظهرك ووجهك إلى وجه الميت وتسلم عليه مثل ما تسلم على الحي: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته. نعم.